صفاء، انتي قدرتي تحققي او تأسسي مبادرة عظيمة جدا حقيقي يعني، بس ده تم في 2013. خلينا نتكلم على حياتك قبلها، كانت عاملة ازاي؟ كنت بتدرسي ايه؟ تفاصيل حياتك كانت عاملة ازاي؟ تفاصيل حياتي قبل ما اكون قاضية عرفية في قضايا الصقر والدم، وقبل مبادرة درع التسامح صعيد بلا صقر اللي أسستها عام 2013. حياتي زي حياة أي بنت صعيدية عايشة في بيئة بسيطة ريفية في قرية في إحدى محافظات الصعيد. طبعا كان في الأول في صعوبة في أن البنت تخرج تتعلم تعليم جامعي خارج المحافظة. كان التعليم احنا بنتعلم وكل حاجة، بس ان انت تسافري تفضلي شهر وشهرين خارج المحافظة كان في خوف على البنات، على وجه الخصوص كان الصبيان عادي. فقالوا لي مش هينفع تدخلي مرحلة ثانوية علشان يعني ما تروحيش كلية، والناس برضو اللي حواليهم اكيد كانوا بيخوفوهم. بس انتي اصريتي على انك اصريت تتعلمي. ورحت قدمت ثانوية عامة من وراهم، لان كان باب التقديم فاضله ايام ويقفل. قدمت ثانوية عامة وكان عندي تحدي وعندي اصرار غير عادي. كان شخصيتي قيادية من انا وصغيرة، حاولت ما عرفتش اقنعهم. مش المشكلة في اهلي، المشكلة في البيئة المحيطة. ورحت قدمت من وراهم لان ده تعليم، مش راح اعمل حاجة غلط. وبالعكس في مرحلة الثانوية ساعدوني جدا، كان يعني بشوفوا صفاء بتتفوق، خدت الطلبة المثالية. بعدين طبعا اتجهت لمرحلة الجامعة، وكان في طبعا مساعدة ومساندة كبيرة من الاهل. برضو في مرحلة الجامعة كنت مشاكسة، كان دايما دكاترة المشاكسة طبعا مقاتلة شرسة. الكلمة دي أخدتها من أنا وفي الجامعة لحد وقتنا هذا، كان بيكررها لي اللي هو مجد القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا طبعا في المرحلة اللي أنا فيها حاليا. فطبعا الحمد بتصري لله على الحاجة اللي انت عايزاها، انت تبقي عارفة هدفك وحقيقي ان انت بتسعي له بكل قوة اللي جواكي. مرحلة ثانوية واخدة طالبة المثالية، وفي مرحلة الجامعة أيضا كنت الطالبة المثالية. درستي ايه في الجامعة؟ أداب إعلام، ودرس اكثر من دراسه، بس اللي انا بعتز بيها يعني اكثر اداب اعلام. بس صفاء، ده كان الوضع قبل كده، دلوقتي الوضع اختلف صح؟ دلوقتي الوضع اختلف. بنات الصعيد في كل المجالات، طبعا بنت الصعيد النهارده نائبه في البرلمان، بنت الصعيد دكتوره ومحاميه واعلاميه طبعا وقاضيه في كل المجالات. طبعا اختلف الامر.